تعد قرية جدر التابعة إقليميا إلى بلدية وادي مرة شمال الأغواط من بين المناطق النائية التي تشهد تأخرا كبيرا في مجالات التنمية المحلية وأقلها التهيئة الداخلية التي أصبحت مطلب ساكنة الجهة. هذه منطقة جدر هذه تعتبر منطقة من مناطق الظل اللي قال عليهم السيد رئيس الجمهورية. ناقصة تنمية القرية هذه، ناقصة إنارة، ناقصة تعبيد طرقات، ناقصة التفاتة من المجلس الشعبي البلدي يجي يدير دوره هنا في هذه المنطقة واش راه خاصها. الصباح الفجر لازم ننظم الدراري كما هاك ندوهم للمحضرة باه هي نخافوا عليهم على الحشاك الكلاب على ما الهوايش على الإنارة ما كانش. وقت الصيف هذا نحتاجوا الضوء ما كانش، نصها ما فيهاش. الطريق ما كانش، القدر ما كانش، الطبيب ما كانش، تريسينتي ما كانش. إعادة الاعتبار لشبكة الصرف الصحي مشكلة تضاف إلى بقية مطالب السكان. زي قرى ما نبوشي هذا الشارع اللي راه يوطي منه من هي حتى السماء قاع راه ما نبوشي. شروق نيوز تنقلت إلى مقر عاصمة البلدية من أجل طرح انشغالات ساكنة الجهة. بالنسبة للتهيئة الحضارية عدنا تجزئات مسجلة بها عملية تهيئة الخارجية على مستوى مديرية البناء والتعمير. هناك دراسة ما زالت لم تنتهي بالنسبة للشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لأنها شبكات قديمة. بالنسبة للإنارة العمومية تكفلت البلدية بجزء منها والباقي راه قيد الدراسة إن شاء الله نتكفل بها في الأيام القادمة بعد الحصول على غلاف مالي. ويبقى سكان المنطقة التي لا تزال تفتقر إلى شبكة الاتصالات والخدمات الصحية المطلوبة تنتظر التفاتة جادة من قبل الجهات الوصية لانتشالها من دائرة الركود التنموي الذي يلازمها منذ عقود من الزمن.